أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فتحية الإسلام السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل برنامجنا في هذا المهرجان السنوي الكبير في يومنا الثاني في الفترة الصباحية لفئة الحجايج، انطلاقة موفقة وصحيحة وقوية لشوط آخر يحمل في طياته فئة الأبكار، وهو الشوط ال11. نتابع هذه المسيرة، نتابع هذه التحديات في هذا المهرجان السنوي الكبير هنا في ميدان التل الذي يأتي بتوجيهات ودعم من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، الذي أبدى اهتمامه بهذه الرياضة العربية الأصيلة وأبناء شعبه. شكرا يا أبو خالد على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة. برزمان على مقدمة الشوط، سليمان بن علي بن شطيط بن سالم الوهيبي من يقدم برزمان على المركز الأول، اللي تليها على المركز الثاني العفريت محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث عندنا مفنودة ومحمد بن فاضل بن عبد الله المعمري قادم مع مفنودة، والمركز الرابع الشاهينية خالد بن محمد بن علي الشامسي المتابعة من بالكندي الشامسي. أما المركز الخامس الوصول والقدوم في هذه اللحظة من قبل سيوف ومصبح بن هلال بن راشد الكعبي، النقلة التالية إلى المركز السادس وترف محمد بن بخيت بن حميدي الذي يأتينا بالمركز الخامس والمركز السادس فلك ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، والمركز السابع التواجد من قبل ضبا وسعيد بن عبيد الميالة الاشتبي. أما المركز الثامن في شعار أيضا يتقدم، والوصول من قبل اللي هي هقول. يا سلام يا سلام على هذا الاندفاع من شذا سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاشتبي، والمركز الثامن راهية سهيل بن سالم بن سعيد الخيالي، والمركز التاسع شعار بن حميدان ايضا قادم بالمركز التاسع مع اللي هي فلك نعم، والمركز العاشر عندنا اختيار وعلي بن راشد النيادي. هذه الاسماء الحاضره مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة، وفي شعارات أيضا خارج التغطية تنتظر الكيلو المتر الأخير يا متابعين يا مشاهدين، لنا عودة مع مقدمة الشوط، ويا محاسن الصدف أنها بالمركز الواحد وتحمل الرقم واحد في مقدمة الشوط مفنودة محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري الذي يقدم مفنودة، الأداء، مفنودة الشكل، مفنودة المركز، مفنودة الأصل، ما شاء الله عصاها في الإبطان. المتابعة من المركز الثاني الهجوم والقدوم من قبل ضبا سعيد بن عبيد بن علي الميالة الاجتبي. أما المركز الثالث الوصول من قبل العفريت محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، والمركز الرابع عندنا ترف محمد بن بخيت الحميدي بن برقان الذي يأتي بالمركز الخامس من الجانب الآخر أيضا وتتواجد شذا سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان، والمركز السادس وصلت مياسة اللي بالمركز السادس، والعبد الله الدرعي الذي يأتينا بالمركز السادس. الأسماء بدأت، أهل الطلايب وصلت، والحركات
بدأوا يحركون، ولكن التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط، ضبة 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 اللي سرحت بالمركز الأول، اللي راحت بالمركز الأول بشعار السيد سعيد الميالة، على المركز الأول، ولكن عادت مرة ثانية مفنود محمد بن فاضل المعمري، والوصول أيضا من قبل اللي هي شذا أسي بن جعفر بن مرخان. يتقدم بالمركز هناك، ومياسة وصلت، عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي، الخوف من الزرعي، هاجم هجمة لا تنصد ولا ترد، أهل البدية ولكن المتابعة من المركز الأول، ما زالت الصمود من قبل شطبة بن ميالة ومياسة الزرعي اللحظات الأخيرة. الله يا أهل البدية، بدأوا بالسرعة يا سلام يا أبو سالم أنت في حصار قوي. الهجوم من قبل مفنودة محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، ياهي معركة. من الجانب الآخر أيضا تتقدم شذا سيف بن جعفر بن مرخان، ولكن مياسة ومفنودة المعمري فازت بالمركز الأول. محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، تهانينا والناموس على فوز مفنودة بالمركز الأول، ومشكور يا سعيد العويسي على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لراعي مفنودة محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري اللي وصلت بالمركز الثاني. مياسة وصلت بالمركز الثاني، قدمت عرض رائع تشكر عليه، ووصلت بالمركز الثاني لعبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي. أما اللي وصلتنا بالمركز الثالث شذا، وصلت بالمركز الثالث لسيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. المركز الرابع كان من نصيب ضبة سعيد بن عبيد بن علي الميالة الاجتبي، والمركز الخامس الضبي سعيد بن سيف بن شوط الخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، وسلاماتنا إلى الخزنة. نهني محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، نهني على فوز مفنودة بالمركز الأول. استمتعنا في هذا الشوط بأحلى دقائق. نشوف التوقيت الزمني، 6 دقائق و6 ثواني، 6 دقائق و8 ثواني وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، وصباح الخير يا أهل الخزنة على هذا الانتصار الذي تحقق في هذا المهرجان. نشوف اللي وصلت بالمركز الثاني، مياسة وصلت بالمركز الثاني لعبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 9 ثواني و2 جزء من الثانية. تهانينا والناموس اللي وصلت بالمركز الثالث شذا سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي، 6 دقائق 9 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله.